اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله مهمه من رحلات برنامج الجدعان بحثا عن الجدعان في مصر، ولكن رحله هذا الاسبوع مختلفه الى حد كبير جدا. هذه الرحله هيكون معنا فيها السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي. هنزور مع الوزير في محافظه الاسكندريه مشروعين مفيش اروع من كده، مشروع خاص بالانتاج الحيواني ومشروع خاص بالانتاج السمكي. بعد كده على هامش هذه الزيارات عندنا لقاء شديد الأهمية مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. هنناقش في هذا اللقاء العديد من الملفات الخاصة بالقطاع الزراعي وكيف يمكن أن ننهض بصادراتنا لكل أسواق العالم. خلي بال حضراتكم، أهم ملفاتنا هي الدلتا الجديدة. هنكشف أسرار كبيرة جدا في هذا المشروع العملاق اللي ما كناش نحلم بيه. تخيلوا حضراتكم الدلتا تتضاعف وفي غضون سنوات قليلة جدا. أيضا عندنا مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان، عندنا مشروع 1.5 مليون فدان وتحديدا منطقة المجرة، عندنا كمان ملف صادراتنا إلى المملكة العربية السعودية، الحاصلات الزراعية الطازجة، كلها ملفات شديدة الأهمية، وكنا لازم نعرف رأي المسؤول الأول عن القطاع الزراعي المصري. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. الآن تشاهدون فريق الجدعان يرافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في جولته بمركز التلقيح الصناعي للثروة الحيوانية ومفرخ الزريعة السمكية البحرية في الكيلو 21. السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي دعانا لمرافقته في جولة بمحافظة اسكندرية. هنزور مشروعين خدميين للإنتاج الحيواني والسمكي، مفيش أروع من كده، وطبعا وافقنا بدون تردد. المشروع الأول مركز التلقيح الصناعي في العامرية بمحافظة اسكندرية، هو تابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، والتاني مفرخ أسماك الكيلو 21 بمحافظة اسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمسؤول عن إنتاج زريعة الأسماك البحرية بمواصفات متميزة. طبعاً الزيارة كانت رائعة ومطمئنة، لكن كان عندنا ملفات كتير في القطاع الزراعي كنا لازم نواجه بيها المسؤول الأول عن القطاع الزراعي المصري، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اللي هنقابله دلوقتي في لقاء الساعة لكشف العديد من أسرار المشروعات القومية الكبرى في القطاع الزراعي اللي بجد كانت من كام سنة مجرد حلم، وكمان ملفات شائكة لازم نوصل لحلول فيها لضمان النهوض بالقطاع الزراعي. ركزوا مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أولا أهلا بحضرتك في برنامج جدعان. أهلا وسهلا، أشكرك النهاردة على الجولة الجميلة دي. يعني المسؤول عندما يتحرك في المشروعات ده معناه ان احنا عندنا هدف ان احنا نطور كل مكان بنزوره. النهارده زرنا مع بعض مفرخ الكيلو 21 وزرنا مركز التلقيح الصناعي في العامريه. المركز ده لما زرته انا قلت عليه مزرعه الوحوش، احنا طورناها كمان. الزياره النهارده يا فندم هدفها ايه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا طبعا بنرحب بحضرتك وبنرحب يعني مستمعينك في برنامج العظيم ده. احنا دائما يمكن بنحب العمل الميداني، وتوجيهات القيادة السياسية دائما ان انت تشتغل من الميدان، لازم تشوف المشروعات بتاعتك وتتابعها وتشوفها. احنا زورنا هذا المشروع من فترة وطلبنا تطويره، لان مشروع التحسين الوراثي من اهم المحاور الكبيرة اللي تطوير الثروة الحيوانية. صحيح. وبالتالي احنا بدأنا نتوسع في مسألة التلقيح الاصطناعي. احنا عندنا 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي موجودة في تابعة لوزارة الزراعة، وكانت توجيهات القيادة السياسية ان احنا نعمل دعم لهذه المراكز. احنا عندنا حوالي المراكز دي حوالي 78 طلوقة من أفضل السلالات، سواء الـ الأنواع المختلفة، برازيلي، سويسري، أمريكي، أسباني، من النوعيات اللي هي سواء عالية الإنتاجية في اللبن، عالية الإنتاجية في اللحوم، أو ثنائية الغرض. وبالتالي بنتوسع في هذا الأمر. هذا المكان اللي احنا فيه لوحده فيه حوالي 34 طلوقة بينتج حوالي من 350 إلى 400 ألف جرعة
بندرب ملقحين صناعيين موجود سواء خريج الزراعة أو الطب البيطري أو الدبلومات، بنعلمهم وبالتالي بينتشروا في القرى، فده أحد المحاور الكبيرة للتنمية الثروة الحيوانية. طبعاً حضراتكم فاكرين الوحوش دي، دي طلايق متميزة من أفضل سلالات العجول الفريدة في العالم، زي الإنجس الأمريكي والشارولي الفرنسي والسيمنتال الألماني والبراون والهولشتاين والليموزين وكمان الجاموس الإيطالي والمصري، وكلها أوزانها تعد الطن، قوية وشرسة وتكوينها الجسماني والعضلي رهيب فعلاً. كل الوحوش دي واللي كانت مفاجأة كبيرة لبرنامج الجدعان إنها موجودة في مصر، بيمتلكها مركز التلقيح الصناعي في العامرية ومحافظة اسكندرية، هو تابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، اللي تم تطويره تماماً، يعني بقى فيه طلايا جديدة وخزانات للنيتروجين السائل اللي هو أساس صناعة التلقيح الصناعي لتحسين سلالاتنا من الثروة الحيوانية ورفع إنتاجيتها من اللحوم والألبان. خلي بال حضراتكم دلوقتي مصر بتمتلك حوالي 49 طلوقة من أشهر الطلائق العالمية، وبالمناسبة مفيش دولة في العالم ممكن تفرط في سلالاتها المتميزة من العجول بسهولة، ده بخلاف إن اختيار الطلوقة ليه شروط مشددة ودقيقة جدا لضمان نقاء السلالة وقدرتها على تحقيق الهدف من تربيتها، هو استخراج السائل المنوي واختباره وتجهيزه لتلقيح الآلاف من الأبقار المحلية بهدف إنتاج أجيال محسنة بإنتاجية الألبان واللحوم خلال سنوات قليلة جداً. لا ده ممكن تطابق الوحوش اللي قدام حضراتكم في مواصفاتها خلال الجيل الثالث مباشرة، يعني توصل بإنتاجية الألبان لأكثر من 40-50 لتر يومياً، وبمعامل تحويل غذائي في عجول التسمين يعدي الكيلو ونص والاثنين كيلو جرام يومياً زيادة في الأوزان. وإحقاقاً للحق، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والمهندس سامح أحمد سليمان مدير مركز التلقيح الصناعي للثروة الحيوانية في العامرية، بذلوا مجهود كبير للارتقاء بالمركز اللي بيوفر أفضل سائل منوي لتحسين السلالات المحلية. نخرج يا فندم على مشروع تطوير مركز تجميع الألبان. النهاردة الوزارة بتنفذ حوالي 200 مركز بنطورهم بالكامل من إجمالي 826 مركز. وصلنا لإيه النهاردة فندم في المراكز دي؟ المراكز تجميع الألبان الهدف منها إن إحنا نساعد برضو المربي الصغير، الحمد لله بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي وفرنا والبنك الزراعي المصري، إحنا عملنا دلوقتي حوالي 111 مركز تم تطويرهم بالفعل، عندنا حوالي 63 مركز يمكن ينتهي تطويرهم بالكامل، تم موافقات البنك فيهم على التمويل والإنشاءات، ونحن حاليا مع وزارة الإنتاج الحربي في مسألة المعينات بحيث ان احنا نركب الأجهزة والمعدات، هيبقى 174 مركز تنتهي مع نهاية شهر اكتوبر، وان شاء الله قبل نهاية العام هيكون عملنا اكثر من 205 مركز. ان شاء الله بنستهدف ان احنا مش 826، بنتوسع ايضا حتى يمكن عندنا مراكز جديدة، مشروعات حياه كريمه والمشروع الكبير العملاق اللي اطلقه اللي اطلق عليه مشروع القرن فخامه السيد الرئيس اللي هو مشروع تطوير الريف المصري، احنا مشروع من ضمن المشروعات اللي بنساهم كوزاره الزراعه في اقامه مشروعات خدمات زراعيه من خلال هذا المشروع، حوالي 322 مركز في هذه المشروعات، مستهدفة برضو إن إحنا نقدم الخدمات سواء الإرشاد الزراعي سواء القوافل البيطرية سواء الجمعية الزراعية سواء مراكز تجميع الألبان، بنستهدف أيضا مراكز تجميع ألبان في هذه المراكز أيضا، تبقى يعني زي النقاط مثلا للتجميع، نقاط للتجميع. معالي وزير، المراكز الجديدة دي هل هي مقامة على مثلا مكان الجمعيات؟ المراكز داخل الحياة كريمة هتبقى داخل مبنى الخدمات الزراعية اللي هو تابع للوزارة نفسها، تابع لوزارة الزراعة، وبالتالي هنشغله برضو بأسلوب القطاع الخاص، يعني احنا هنجهز المركز بمعداته ثم نسنده إلى القطاع الخاص يشغله، لأن القطاع الخاص برضو احنا دائما وفقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس بنحاول نشرك القطاع الخاص في إدارة كثير من المشروعات عشان هو يستطيع أن يديره بالكفاءة المطلوبة، احنا بنقدم النموذج، بنقدم المواصفات المطلوبة في الأماكن المطلوبة، وبنقدم بنقول القطاع الخاص تعالى اشتغل في هذا الأمر وجمع التجميع الألبان، وبالتالي بنحسن الصناعة، بنوفر فرص عمل، بنقدم نموذج متكامل. خلي بالكم السائل المنوي المستخلص من الطلائق بعد تجهيزه في المعمل بيحتفظوا بيه في أمبولات نص مليمتر، وكل سلالة ليها لون، تعالوا نحفظها، الأحمر للهولشتاين، البرتقاني لسلالات اللحوم يعني الأنجس والبراون والليموزين والشاروليه، والأخضر للجاموس المصري، والأزرق للجاموس الإيطالي،
والأخضر الفسفوري للسمنتال. الحلم، أعرف إن حضرتك مشارك فيه بقوة، الدلتا الجديدة، موقفنا النهاردة فندم. الدلتا الجديدة دي دعنا نقول إن ده مشروع التنموي متكامل. اختيار المكان ده اختيار عبقري، وبالتالي هذا المشروع اللي بيتكلم اللي مساحته حوالي 2.2 مليون فدان، مشروع تنموي متكامل، أنشطة زراعية، أنشطة حيوية، تصنيع زراعي، تجمعات سكنية، لكن المساحة الصافية الزراعية اللي فيه حوالي 1,000,000 فدان، لك أن تتخيل 1,000,000 فدان زراعة في المرحلة الأولى وتزيد أيضا. يمكن إحنا وإحنا بنتكلم حالا زملائنا هناك موجودين في مشروع الدلتا الجديدة، أكثر من 50 من الخبراء في مجال فحص وتصنيف الأراضي، سواء من وزارة الزراعة، من هيئة التعمير، أو من معهد الأراضي. يعني هناك دراسة دقيقة لحصر وتصنيف هذه التربة قبل ما يتخذ قرار بأن الأرض دي تنفع للزراعة. بيتم حصر وتصنيف هذه الأراضي، قطاع التربة، نوع التربة، الأملاح اللي موجودة، المعادن اللي موجودة، الجير، الصرف، قطاع التربة، العمق، كل الحاجات دي موجودة وبتتم معاينات وبتستخدم جهود كبيرة جدا. ونتمنى إن شاء الله تتاح لك الفرصة وتشوفهم على الطبيعة. إحنا بنعمل حصر إضافي غير المساحات السابقة اللي هي موجودة، قد تضاف إلى كمية أكثر من 400,000 فدان بيتم حصرهم دلوقتي. أعتقد مشروع الدلتا الجديدة ده اللي يمثل أكثر من 35% من مساحة الدلتا القديمة كلها، ده مشروع يعني كل المؤسسات الدولية بتتكلم عليه على إنه حلم فعلا، ومشروع من مشروعات القرن، اللي هو بيعتبر إضافة للرقعة الزراعية. أنت بتتكلم عن رقعة زراعية بتضيف لها يعني المشروعات اللي التوسع الأفقي، وده أحد المحاور المهمة والرئيسية في مسألة تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم. أنت بتتكلم عن مساحة أرض تضاف أكثر من 2 مليون فدان، ومع كل بنبحث عن مصادر مياه في ظل ما نحن فيه من فقر مائي، إلى أن احنا بنعيد تدوير مياه الصرف الزراعي، بنستخدم المياه الجوفية، بنستخدم معالجة مياه البحر، دي بتتكلف مليارات، ومع كل الدولة المصرية بتتحمل هذه المليارات في سبيل أن أنت تنتج سلع استراتيجية، تنتج سلع قابلة للتصدير، تزود من الاحتياطات النقدية بتاعتك، بتخلق فرص عمل، بتؤدي إلى زيادة معدلات تشغيل، بتقدر تنقل المجتمع من الدلتا القديمة إلى الأماكن كده. أعتقد مشروع له محاور متعددة، ويمكن كل المؤسسات الدولية تكلمت عن هذا المشروع العملاق. يعني أدخل مع حضرتك في مشروع إنتاج التقاوي، عندنا 10,000 باحث بيسابقوا الزمن عشان ينتجوا التقاوي لمصر. مشروع الإنتاج التقاوي من لبذور الخضر ده من المشروعات الكبيرة برضو اللي بيرعاها ويتابعها بصفة شخصية في خمس سيد الرئيس، لأن احنا أصلا في الماضي كنا بنستورد كل 97% إنتاجنا 97 أو أكتر من بذور الخضر، وبالتالي كان هناك توجيه ليه، وإحنا عندنا زملائنا الخبراء في مجال البحوث الزراعية وعندنا الإمكانيات، فبدأنا فعلا في إنتاج هذا المشروع. إحنا الحمد لله يعني بدأنا نشتغل فعلا، إحنا سجلنا يعني بدأنا نشتغل على 11 صنف طماطم وبدنجان وفلفل ولوبيا وفاصوليا وبسلة وبطيخ وكانتلوب، 11 صنف وكوسة وخيار. احنا بنشتغل دلوقتي في حوالي سجلنا 15 صنف على 11 سلعة. هذا المشروع نقلة كبيرة وبياخد دعم كبير، وميزة هذا البرنامج ايه؟ انها تبقى بذور متأقلمة مع البيئة المصرية، كمان التكلفة اقل. احنا كل الهدف منه ان احنا برضو لنقدم للمزارع المصري بذور جيدة متأقلمة مع المناخ ومع التغيرات المناخية اللي احنا بنشوفها دلوقتي، وكمان بتكلفة اقل. حضرتك ذكرت التغيرات المناخية سببت كوارث كتيرة جدا هذا العام، الارشاد الزراعي بدأ يتحرك، نقول للناس ازاي نحمي التزهير اللي على الشجر من هذه التغيرات، البرودة الشديدة والحرارة الشديدة. التغيرات المناخية اكثر قطاع متأثر فيها هو قطاع الزراعة، لانها بتؤدي الى اولا بتؤدي الى 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 احتياجات مياه للنبات اكثر، بتؤدي إلى زيادة معدلات البخر، بتؤدي إلى تغيير فصول ومواعيد الزراعة، بتؤدي إلى تأثير على الأمراض والحشرات، وبالتالي هذا القطاع محتاج إن إحنا نشتغل عليه. وإحنا يمكن كلفنا زملائنا في البحوث الزراعية وكل الأقسام البحثية إن إحنا نعمل استراتيجية لتأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، من حيث استنباط أصناف جديدة، أصناف مقاومة للحشرات وكذا، أصناف مبكرة النمو، أصناف تتحمل الملوحة أو تتحمل نقص المياه، تتحمل الإجهاد البيئي زي ما أنت شايف، تتناسب مع التغيرات المناخية. هناك برامج كتيرة والدولة يعني في توجيهات، وكانت متابعة من
أسبوع من دولة رئيس الوزراء شخصياً في سبيل مسألة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة وعلى القطاعات المتعددة. إن شاء الله هنعمل استراتيجية متكاملة ونقدمها بحيث إن إحنا نبقى مستعدين في هذا الأمر. ويمكن حضرتك بتشوف حجم النشرات اللي إحنا بنطلعها بصفة دورية من زملائنا الباحثين سواء فيما يتعلق بالإنتاج النباتي السمك الحيواني، لأن ده كله بيتأثر بالتغيرات المناخية، ونأمل إن إحنا نقدر نساعد بقدر كبير، لأن ده برضه هيأثر على الفجوة الغذائية والأمن الغذائي. لكن الحمد لله إحنا حتى الآن مستقر، فأعتقد أن احنا مستعدين وإحنا بنشتغل على هذا الملف بصورة كويسة. لسه مكملين مع حضراتكم لقائنا مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على هامش جولة شاركنا فيها بمركز التلقيح الصناعي للثروة الحيوانية بالعامرية أو مشروع الوحوش ومفرخ الكيلو 21 لإنتاج الزريعة السمكية البحرية. دلوقتي هنواجه الوزير بالملفات الشائكة زي إدارة أصول وزارة الزراعة والتصدير لحاصلتنا الزراعية للمملكة العربية السعودية وموقف البنية الأساسية لأراضي مشروع تنمية شمال سيناء في ربعة وبئر العب. كمان هنتكلم عن أراضي مشروع المغرة. ركزوا معنا. تشاهدون بعد قليل. السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يحدد موقف الوزارة من الملفات الزراعية الشائكة، فماذا سيحدث في المغرة وموقف الفائزين بمزادات 2017 و2018 بمشروع تنمية شمال سيناء، وما هي القرارات المنتظرة بشأن تصدير حاصلاتنا الزراعية إلى المملكة العربية السعودية؟ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يحدد موقف الوزارة من الملفات الزراعية الشائكة، فماذا سيحدث في المغرة وموقف الفائزين بمزادات 2017 و2018 بمشروع تنمية شمال سيناء، وما هي القرارات المنتظرة بشأن تصدير حاصلاتنا الزراعية إلى المملكة العربية السعودية؟ دلوقتي هنواجه الوزير بالملفات الشائكة زي إدارة أصول وزارة الزراعة والتصدير لحاصلاتنا الزراعية للمملكة العربية السعودية وموقف البنية الأساسية لأراضي مشروع تنمية شمال سيناء في ربعة وبئر العبد. ركزوا معنا. حضرتك اقتصادي بارز، من أهم الملفات اللي مع حضرتك هو رفع كفاءة أصول وزارة الزراعة. عندنا أصول بالألاف، حضرتك بتفكر ازاي في الملف ده؟ احنا يمكن شفت اهوت من الزياره اللي هنستكملها بعد هذا اللقاء، احنا بنتابع الاصول. الاول الخطوه الاولى احنا عملنا حصر وتصنيف الاصول المملوكه لوزاره الزراعه، وقسمناها ما بين اصول بتعمل بشكل اقتصادي واصول لا تعمل بشكل اقتصادي، اصول مؤجره، اصول مستغله، اصول متعدى عليها. احنا عملنا حصر وتصنيف لهذه الايراد، اصبح عندنا شهاده لكل اصل، وعملنا لها تصنيف، وان شاء الله بنشتغل عليها تدريجيا. يمكن انت شفت المزارع الانتاج الحيواني، احنا الحمد لله بدانا نشغلها بشكل اقتصادي، بعض المشروعات الاخرى برضو بنشغلها. برضو اي مشروع بنحاول نستفيد به داخل الوزاره سواء من خلال المراكز البحثيه او من خلال هيئات الوزاره الاخرى، ولكن اذا كانت هناك اصول مش هنقدر نستغلها لابد ان تقدم للدوله زي ما عملنا في الاراضي الموجوده داخل الحيز العمراني التابعه للاصلاح الزراعي. احنا عملنا حصر لكل الاراضي اللي موجوده داخل الحيز العمراني الغير مستغله واللي كانت قابله لان يحصل عليها تعديات، عملنا لها حصر وقدمناها للدوله بحيث نستخدمها في اقامه مساكن في مشروع السكن العشوائي او مشروعات حياه كريمه او كذا، لان احنا كلنا كدوله الاصول لابد ان تخدم الدوله، والاصل اللي ما تقدرش تستغله تقدمه لجهه اخرى تستغله، لان الهدف في النهايه هو تعظيم كفاءه اصول الدوله. التعاون مع وزاره الموارد المائيه والري كبير جدا يا فندم في مشروع تطوير او تحديث الري في مصر. بقى لنا سنين بنتكلم في الملف ده، لكن النشاط الحقيقي بدا مثلا من حوالي 6 شهور 4 شهور. رايحين فين في الملف ده يا فندم مع تبطين الترع اللي شغال؟ ده مشروع كبير جدا. هو خلينا نتكلم عن ان احنا كدوله بنعاني من الفقر المائي،
الفقر المائي ليس مرتبط بموضوع سد النهضة فقط، ولكن انت شايف الزيادة السكانية اللي بتتم، شايف التوسع ومشروعات الأمن الغذائي، التوسع الأفقي ومتطلبات تحقيق الأمن الغذائي للشعب، فلابد ان انت تحصل توسع، وبالتالي احتياجاتك الموارد المائية بتزيد، وبالتالي كان يجب ان احنا نشتغل على مسألة ترشيد وتعظيم كفاءة. ايه الهدف من دور وزارة الزراعة ودور وزارة الموارد المائية؟ ان احنا نعظم كفاءة استخدام وحدة الأرض ووحدة المياه. طب طلع ده مشروع كبير، ان انت اولا بتؤدي الى ان انت بتقلل نسبة التسرب، بتقدر توصل المية في نهايات الترع، وبالتالي بتبقى في عدالة في التوزيع. ده يوازف أطواله المشروع القومي للطرق، ده فعلا زي المشروع ده، لان انت برضو ده مشروع المية، ده مشروع كبير. فطبتين الترع. الحاجة الاخرى ان محاور ترشيد الري وتعظيم كفاءة استخدام الري مجموعة من المشروعات وليس مشروع واحد. طبتين الترع، طبتين المسائي والمراوي وتحديثها، تحديث شبكة الري والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وهكلمك عنه دلوقتي. أيضا مسألة استخدام أساليب زراعية جديدة زي الزراعة المصاطب وزي التسوية بالليزر، كل دي محاور على بعضها بتأدي إلى يعني إيه تعظيم كفاءة استخدام المي. إحنا اشتغلنا، إحنا عندنا حوالي 9.4 مليون فدان الرقعة الزراعية، حوالي 3.3 مليون فدان أرض جديدة، ده كانت كلها عبارة المفروض كلها بطرق الري الحديثة، كان فيها حوالي 2.2 مليون فدان بتروى بأساليب الري الحديث، كان فاضل مليون فدان. احنا ووزارة الري، وزارة الزراعة ووزارة الري، بدأنا في تنفيذه من حوالي 7 شهور، ان شاء الله انتهينا من حوالي 70% منه، يعني فاضل فيه 3.3 حوالي 300 او 400 الف فدان، ان شاء الله ننتهي منهم قريبا. لكن كان الموضوع كله مرتبط بالأرض القديمة، الأرض القديمة اللي هي 6.1 مليون فدان، احنا عندنا حوالي 2.1 او 2 مليون فدان في الأرض في الساحل في المنطقة الشمالية، وبالتالي دي بنستخدم فيها أساليب حديثة وتطوير الري الحقلي وليس استخدام النظم الري الحديثة، لأنها قريبة من سطح من المياه البحر، وبالتالي ما تقدرش تطبق فيها هذه النظم وإلا تؤثر على درجة ملوحة التربة، وبالتالي هنستخدم فيها آليات أخرى. فالمساحة اللي فضل عندنا حوالي 4 مليون فدان في الأرض القديمة، عندنا تم تحديث تطوير حوالي 300 ألف فدان، يعني المساحة المتبقية حوالي 3.7 مليون فدان، إن شاء الله بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري. إحنا الأسبوع اللي فات أطلقنا مبادرة وتم التوقيع تحت رعاية دولة رئيس الوزراء ما بين وزارة الري ووزارة الزراعة ووزارة المائية والبنك الأهلي والبنك الزراعي تحت برضه متابعة من البنك المركزي، إن إحنا هنقدم تمويل للمزارعين لاستخدامه في تحديث نظم الري وتطويرها. التمويل ده على 10 سنين وبدون فايدة. ده عظيم. لك أن تتخيل إن واحد هنعمل له، هنقدم له تحديث وإيه وإشراف فني متكامل سواء من وزارة الري أو من وزارة الزراعة على المشروع مجانا. لك أن تتخيل إن أنا بدفع الفلوس النهاردة وبستردها على 10 سنين بدون فايدة، وبالتالي القيمة الحالية النهاردة كأن الراجل بيسدد 50% من الفلوس، لأن بيسدد القيمة الحالية للنقود. صحيح. وبالتالي ده مشروع أعتقد بهذا الأمر الدولة بتتحمل، وهذا التمويل بضمانة وزارة المالية، أعتقد مفيش أكثر من كده تيسير. أرجو بقى على المجتمع المدني وعلى الجمعيات التعاونية اللي يجب إنها والتعاونيات يجب اللي يبقى لها دور كبير، لأن ده مشروع هيتم، خاصة إحنا بنعاني من مسألة التفتيت الزراعي، لابد إن التعاونيات يبقى لها دور في هذا الأمر ويتم الإشراف والتنفيذ تحت إشرافها ومتابعتها، لأن ده مشروع كبير ومشروع قومي. اليوم كان يفرح بصراحة مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وكله أمل وإصرار على النجاح ومساندة القطاع الزراعي. طبعاً برضو حضراتكم فاكرين المكان ده، مفرخ الكيلو 21 بمحافظة اسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، زورناه من سنة ونص تقريبا. باختصار هو مملكة انتاج زريعة الأسماك البحرية في مصر، وخصوصا زريعة أسماك القاروص، انتاجه بيوصل لحوالي 5 مليون وحدة أصبعيات، وفي مفرخ جديد بطاقة 10 مليون زريعة أصبعيات، وكلها ممتازة ومفطومة على العلف وبنسبة تشوهات تقريبا صفر، وكمان متأقلمة على درجات ملوحة المية المختلفة، وده موضوع مش سهل. وأولادنا من شباب الباحثين في الاستزراع السمكي البحري اتعلموه في إيطاليا، وطبعا بيقودهم العالم الشاب الجدع الدكتور محمد العربي، ملوش حل، ولازم كل جدعان الاستزراع السمكي البحري يزوروه ويتعلموا ده لو عايزين ينجحوا. مع الوزير حضرتك اسمح لي ان انا افتح مع حضرتك بعض الملفات الشائكه الخاصه بالجدعان، دول جدعان جبناهم في برنامج جدعان ومحتاجين يسمعوا راي حضرتك. عندنا 281 الف فدان
ده أول سؤال. 281 ألف فدان في المجرى، الملوحة 6-7-11 ألف، ملوحة التربة، لماذا لا يتم دمجه في الدلتا الجديدة؟ لا، هذا المشروع احنا عندنا يمكن سيادة الدولة رئيس الوزراء بيتابع مسألة الملوحة في المغرى على وجه التحديد مع شركة الريف المصري، ويمكن هناك تكليف لوزارة الري ان احنا بنعيد تاني النظر في مسألة الابار وعمقها، وكمان تكليف لمركز بحوث الصحراء بالتعاون مع شركة الريف المصري، وهناك دراسات تتم حاليا سواء لتخفيض نسبة الملوحة او ان احنا نبحث عن زراعات اخرى بتتحمل الملوحة بدرجة اكبر. اعتقد ان احنا نصل لنتائج قريبة قريبا. يعني 760 شركة مصرية تصدر حاصلاتها الزراعية للمملكة العربية السعودية، عايز حضرتك تعلن لهم النهاردة ماذا حدث في هذا الملف الشائع جدا في التصدير. انت عارف ان الصادرات الزراعية ودرجة تنافسية الصادرات الزراعية، يمكن احنا الحمد لله وصلنا للصادرات الزراعية، يمكن واحنا بنتكلم معك حالا احنا اجمالي الصادرات الزراعية وصلت حوالي 4.3 مليون طن، بزيادة حوالي 500 ألف طن عن العام الفترة المماثلة من العام السابق. طبعا صادراتنا للسعودية صادرات بنسبة مؤثرة بتصل نسبتها الى حوالي 16%. احنا علاقتنا الوطيدة السعودية والمملكة السعودية والعلاقات التاريخية اللي بتربط البلدين والتوافق الكبير ما بين القيادة السياسية في البلدين، وكمان بخلاف التوافق السياسي الإجراءات الفنية المتبعة، احنا يمكن هيئة الغذاء والدواء في السعودية جم زارونا هنا وزاروا المعامل وعملنا معاهم أكثر من اجتماع، تحدثنا مع معالي السفير السعودي، جم زملائنا الفنيين شافوا الإجراءات اللي بتتم في الدولة المصرية. احنا إن شاء الله يمكن بنسمع أخبار النهاردة أو بكرة بكتيره ان هيحصل انفراجه في هذا الامر، ان هنخفف من الاجراءات، لان الاجراءات اصدار شهاده المطابقه. المملكه السعوديه ان شاء الله يعني بعد ما بتشوف الاجراءات والاجراءات اللي بتتبع في الدوله المصريه، اعتقد احنا بننفذ كل ضوابط الاتحاد الاوروبي، كل الاجراءات المطلوبه، عندنا معامل مركزيه لتحليل مطابقيات المبيدات، معامل مرجعيه في الشرق الاوسط على مستوى عالي من الكفاءه، بنتبع كل الاجراءات المطلوبه، وان احنا بنتبع هذه الاجراءات ان شاء الله انتهى هذه المشكلة، وأعتقد أنها قد تكون انتهت، لكن خلينا عندما يصل القرار الرسمي إن شاء الله سنعلنه. يعني مشروع شمال سناء مع الوزير دلوقتي، المشروع ده مشروع عظيم جدا، 100 ألف فدان، المفروض أن فيه أراضي بيعت بالمزاد، 12,664 فدان، إيه الموقف مع الوزير؟ هو إحنا 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 عايزين نقول أن يجب الناس استلمت العود واستلمت الأرض. إحنا عايزين نقول إيه، أن إحنا عايزين أي إنسان يستلم الأرض، الدولة بتفي بوعودها، لكن أي إنسان بيستلم عقد أو كذا لابد أن ينفذ العقود وكذا. إحنا عايزين الناس اللي استلمت العقود تنفذ الإجراءات وشروط التعاقد، كان هناك شروط مرتبطة بإجراءات البيع وتنفيذ الشبكة الداخلية وإجراءاته، إحنا على تواصل معهم من خلال جهاز تنمية شمال سيناء مع زملائنا في هيئة التعمير، وإحنا على تواصل معهم مستمر، وإن شاء الله سنصل إلى حلول طالما إنها في إطار التعاقد وطالما إنهم هنبدأ نضيفها إلى الرقعة الزراعية. هو في مقترح بنقل هذه الأراضي من مكان لمكان؟ كل الحلول مطروحة، إن إحنا الهدف كلها إن إحنا يعني الدولة حريصة على التزامها بتعاقداتها، وفي نفس الوقت حريصة على إن إحنا نستفيد من أي شبر مية، لأن أنت عارف إن سيناء جزء عزيز من الوطن، ومسألة توفير المياه وتوفير الأراضي واستصلاحها ده مسألة أمن قومي، وبالتالي إحنا حريصين على أن أي إنسان بيزرع في أرض هنساعده ونقدم له كل طالما إن هو جد. يعني طب انا عندي سؤال لحضرتك دلوقتي، هيئه مشروعات التعمير والتنميه الزراعيه عندنا تكلفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال البنيه الاساسيه الكامله لمشروع تنميه شمال سيناء، وتم اسنادها للهيئه الهندسيه، قالت ان التكلفه 103 ألف. يعني احنا هنبحثها في سبيل ان احنا عايزين نشوف هل هم وفقا للتعاقد المفروض هيتحملوا هذه التكلفه، اليه تحمل هذه التكلفه، من يستطيع ان يتحمل هذه التكلفه؟ الارض بيعت مستصلحه، هنشوف. احنا بنقول تاني هذا المشروع عشان نحقق هذا الامر، ان احنا بنشوف احنا بنلتزم بالتعاقد، كل الالتزامات اللي موجوده هنحققها، ويجب ايضا على المنتفع او اللي اشترى حاجة برضو يلتزم بالضوابط، وإحنا هنقدر نجد حلول إن شاء الله. يعني انتهى لقاء السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولكن في ثوابت يجب التأكيد عليها في أزمة مزادات عوام 2017 و2018 على أراضي مشروع تنمية شمال سيناء. أولاً، جميع الفائزين بمزادات 2017 و2018 حقوقهم ثابتة على الأرض بموجب العقود الموثقة اللي بتمثل هيبة الدولة واللي استلموها بالفعل، بخلاف استلامهم الفعلي للأرض. ثانياً، بموجب كراسة الشروط والعقود، الدولة ملزمة بتوصيل البنية الأساسية كاملة إلى الأراضي من مياه ري
وطرق وكهرباء، ومش ممكن نسيب أصحاب الأراضي بدونها، وإلا هيكتب للمشروع الفشل بالكامل. وده اللي أكد عليه الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال زيارته لأراضي مشروع بئر العبد وربعة. الأراضي لازم كلها بنا تحتية، أنا معاك صح، لازم يكون في بنا تحتية، لازم ما توصل لآخر قطعة في الأرض من حقكم، لازم يكون في طرق من حقكم، أنا معاك في مشاكل فيه وأنا هحلها. بالنسبة لتحصيل الأقساط، لن يتم تحصيل أي قسط إلا بعد وصول مية، ولا يتم حساب أي فايدة أو أي حاجة إلا بعد وصول مية. نرجع تاني ونقول تالت الثوابت اللي لازم نأكد عليها في مشروع ربعة وبئر العبد. كراسة الشروط والعقود اللي اشترى بموجبها الفائزين الأراضي حددت إنها أراضي مستصلحة، بخلاف إنها تم بيعها وفقا لشروط وضوابط القرار رقم 2906 لسنة 1995 الصادر من رئيس الوزراء لتنظيم بيع الأراضي المستصلحة وليس البور. عشان كده أصبح استكمال بنيتها الأساسية أمر واجب على وزارة الزراعة. هي دي الثوابت اللي لازم نأكد عليها في أزمة الفائزين بمزادات ربعة وبئر العبد. أما نقل الفائزين بالمزادات لأراضي بديلة أو رد أموالهم إذا لم يمتثلوا أمر يتجاوز المنطق والعقل والقانون، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، وخاصة أن ملاك الأراضي بيرفضوا تماماً ترك الأراضي اللي زايدوا عليها. لن نجبر أحد يسيب أرضه، لن نجبر احد انه ينقل او لا اطلاق ليس الامر ده مرفوض طبعا. حضرتك اكدت عليه كذا مره، دي حاجه شخصيه، ده راجل متعاقد معانا ومتعاقد مع الدوله واحنا بنحترم التعاقد الدولي. قولا واحدا، اللي عايز ينقل هننقله افضل تحت امره، واللي عايز يفضل في مكانه خليه مكانه. طب النهارده قال لك طب يا دكتور نعمل الاستفتاء في العلن، يا جماعه مين الموافق ينقل ارضه؟ محدش رد. يا جماعه مين اللي عايز يفضل في ارضه؟ كل الناس رفعت ايديها. أما الحلول لأزمة أراضي مشروع تنمية شمال سيناء وخاصة أراضي مزادات 2017 و2018 عشان نقفل الملف ده ونبدأ بالفعل استصلاح الأراضي، أولاً لازم نوصل الطرق والمية والكهرباء للأراضي. وللعلم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتجه حالياً بالفعل لبدء تنفيذ الطرق في مساحة 12664 فدان، والخلاف على مين يتحمل تكلفة خطوط الري للأراضي وإن كانت العقود بتلزم الهيئة بيها. 2. لازم يتكون روابط مياه بعد انتهاء البنية لترشيد استهلاك المية واستغلالها والمساواة بين الأراضي، ولكن لازم نكمل البنية الأساسية الأول، لأن باختصار وزارة الري رفض كون الروابط قبل استكمال البنية الأساسية. 3. لازم نكسر فكرة الأراضي البديلة على من يرغبها لأسباب تخص الزراعة، زي إن التربة صخرية أو غير صالحة للزراعة. وبالمناسبة دي تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مفيش أرض بدون بنية أساسية. أنا برضو عشان نقول كلامنا واضح، 100,000 فدان دول، وبرضو وزارة الزراعة تراجعني في اللي أنا بقوله، وزارة الري تراجعني في اللي أنا بقوله، 100,000 فدان دول محتاجين يتعمل لهم البنية الأساسية للري أهم. وبالتالي أنت المفروض خلال الست شهور دول تدخلوا على 100,000 فدان دول محمد، تخشوا عليهم وتعملوا لهم البنية الأساسية بتاعتهم تماما، من ترع ومن محطات رفع ومن كل شيء ومن تسوية ومن كده، بحيث ان شبكة الري تصل لل 100,000 فدان. بعد كده نقول بقى طب هم هيتروا ري، كل ري حديث طبعا لل 100,000 فدان دول، لكن بنتكلم على ان احنا المفروض ان في 30/6 نكون خلصنا، وده جهد مش سهل، ده جهد مش سهل. ليه؟ لانك انت عايز تعمل كل الاجراءات بما فيها محطات الرفع المطلوبه والترع اللي هتتمد عشان تغطي شبكه الري اللي انت عايزها، ثم كمان شبكه الكهرباء اللي هتخش جوه الاراضي ديت عشان تقدر تقول ان احنا كده. لان احنا الكلام اللي كان بيطرح قبل كده، وانا بقوله لكل المصريين اللي بيسمعوني دلوقتي، احنا كنا بنقول الترعه ماشيه ونقول ايه طب احنا هندي الارض للناس،
واحنا بنلتزم قدام منهم ان احنا نعمل البنيه الاساسيه وما نعملش والارض ما تزرعش. ليه؟ لان ده جهد كبير على الناس انها تعمله وتكلفه كبيره جدا عليهم، والمفروض ان احنا هنسلم بشكل معين. النهاردة برنامج الجدعان، ولكن خلوني قبل ما انهي حلقة النهاردة اقول لحضراتكم ان صادرات مصر من الموالح، يعني تكلم في البرتقال الصيفي، في الجريفروت، في الليمون وغيرها من انواع الموالح، بلغت حوالي 1.8 مليون طن، وهو اكبر صادرات في العالم. مصر تتصدر العالم في صادرات الموالح. وزارة الزراعة الأمريكية كانت قالت أن صادرات مصر 1.5 مليون طن، ولكن الرقم الصحيح والذي يشمل كل أنواع الموالح يبلغ 1.8 مليون طن، وما زالت 3 شركات هي المتصدرة لهذا المشهد على مستوى العالم. شركة المهندس إبراهيم البنا وهي رقم 1 على مستوى العالم في صادرات الموالح، وأيضا شركة أجرولاند المهندس أحمد النجار، وشركة مافا المهندس شريف المغربي، واللي اتقال عليه قبل كده في كل وكالات العالم أنه يمتلك مزرعة في حجم بيروت. إذن احنا صادراتنا تشرف في كل أسواق العالم. احنا بنوصل لحوالي 150 دولة، منها حوالي 26 دولة داخل الاتحاد الأوروبي، وما أصعب اشتراطات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. كمان لازم نقول أن إجمالي صادراتنا بلغ لغاية النهاردة 4,330,000 طن لهذه الأسواق بالكامل، بحوالي 350 منتج زراعي. إذن مصر دولة قوية في صادراتها الزراعية الطازجة لكل أسواق العالم. التحية لكل من يشارك في زيادة صادراتنا الزراعية. كمان لازم نشيد بدور الحجر الزراعي المصري، الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي في مصر. هذه الإدارة هي المسؤولة عن فتح أسواق العالم أمام صادراتنا الزراعية، وبصراحة الناس بتشتغل 24 ساعة. لكم كل التحية. ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان. انتظرونا غدا الجمعة الساعة 7 مساء على قناة الكهرباء والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.